السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المهندس علاء الدين الإردواز الفدي للتكييف. الفيديو التوضيحي لتوريد وتركيب أنظمة التكييف الكونسيلد المخفي بمشروع كومباوند فندق الراية بمدينة جيزان. الساعة التبريدية للمشروع 800 طن تبريد، متمثلة في فندق الراية، عبارة عن دور أرضي، دور ميزانين، 5 أدوار متكررة سطح، وعبارة عن مجمع فيلل بكومباوند خلفي خلف الفندق.